بعض الناس يظن أن العلم فقط يؤخذ من المشايخ فقط دون أن يراجع، دون أن يذاكر العلم، ولا يدري أن طريقة السلف هي المذاكرة. لابد أن نذاكر العلم، يعني ما يمر عليك شهر إلا وتراجع كل ما حفظت. ومجالسنا لابد أن نجعلها مجالس علمية، مجالس فيها يعني ذكر الفوائد، وتقول والله مرت بفائدة كذا وكذا وكذا. فهذه مجالس السلف، لابد أننا مجالسنا الآن نجعلها عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، مليئة بالفوائد، لا نضيعها بالقيل والقال. ولهذا قال بعض السلف: جنبوا مجالسنا ذكر، شهوة الفرج وشهوة الفم.